قالت مجلة العربي الكويتية بأنها التقت بفتاة غلاف مجلة العربي في العدد الصادر عام 1971، وذلك بعدما تم نشر خبر بحث المجلة عن صاحبة هذه الصورة. وقال الأستاذ إبراهيم المليفي رئيس تحرير مجلة العربي الكويتية لأثير بأنه كان هناك خطط مسبقة للبحث عن الفتاة العمانية صاحبة الصورة في غلاف مجلة العربي لعام 1971، حيث كان عمر الفتاة أقل من 10 سنوات، وذلك حسب اعتقاده، وظن أنها ما زالت على قيد الحياة. وذكر المليفي: لقد وضعنا هذه الصورة ضمن الصور المعروضة خلال مشاركتنا في معرض مسقط الدولي للكتاب، وكنا على يقين بأننا سنلتقي بها في سلطنة عمان، حيث قمنا بتجهيز صورة مطبوعة إهداء لها في حال لقائنا بها. وأضاف: تواصلت مع الأستاذ عاصم الشيدي رئيس تحرير جريدة عمان، وأخبرته بأنني أبحث عن صاحبة هذه الصورة، فعمل على نشر خبر مرفق بالصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي. كان فحواه مجلة العربي الكويتية تبحث عن فتاة غلاف هذا العدد من المجلة الصادر في يونيو 1971 رحلة البحث عن فتاة الغلاف. تلك الحكاية عن فتاة غلاف مجلة العربي سبقتها عملية بحث تمهيدية للصور الأصلية لذلك الاستطلاع وصور أخرى لعرضها على الجمهور العماني. تلك العملية بدأت بعد تلقي العربي الدعوة الكريمة من وزارة الإعلام العمانية للمشاركة في فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، فما كان من رئيس التحرير سوى البحث عن الصور التي لم تنشر، وبخاصة المتعلقة بفتاة الغلاف التي تم العثور على أكثر من صورة لها واختيار أفضلها لتقديمها هدية لها حال التوصل إليها. كانت المحاولة أشبه بالبحث عن إبرة وسط أكوام من القش، إذ لا يوجد لدى مجلة العربي أي معلومات عن تلك الفتاة، لكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي التي حولت هذا العالم الواسع إلى قرية صغيرة، وقبل افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية، طلب رئيس التحرير من زميله رئيس تحرير جريدة عمان الأستاذ عاصم الشيدي نشر تغريدة على منصة تويتر مضمونها أن مجلة العربي تبحث عن فتاة غلافها، وأرفق مع التغريدة صورة الغلافة. بعد نشر تلك التغريدة انتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة الضوء، وتفاعل الجمهور مع الموضوع لتبدأ عملية البحث التي انتهت بعد عدة أيام قليلة، حيث تم التعرف على صاحبة الصورة وهي السيدة الفاضلة محفوظة الرواحية من ولاية السمائل، والتي تبلغ من العمر 59 عاما، لديها 8 من الأبناء. وبعد اللقاء بها تحكي السيدة محفوظة الرواحية أنها كانت في نحو 8 من العمر تدرس مع أقرانها القرآن الكريم بالهواء الطلق في إحدى قرى ولاية السمائل، وأثناء الدرس توقفت على مقربة منهم سيارة نزل منها عدة رجال يرتدون ملابس غريبة رأتها للمرة الأولى في حياتها ويتحدثون بلهجة لم تسمعها من قبل، الأمر الذي جعلها تشعر هي والأطفال الذي كانوا معها بالاستغراب والرهبة، وكدنا يهربنا من المكان لولا أن معلمهم أو المطوع كما يطلق عليه في عمان ويدعى محمد بن منصور الشامسي هدأ من روعهم وطلب منهم الجلوس بعد أن تحدث مع الرجال الغرباء واطمأن إليهم، وكان من بينهم أولئك مصور مجلة العربي أوسكار متري الذي لفتت انتباهه تلك الفتاة الصغيرة المتمسكة بخوف بالمصحف ويكسو جبهتها المحلب، وهي مادة كانت تستعملها النساء في عمان قديما بغرض الزينة ولعلاج الصداع، وتستخلص من ثمار شجرة تعرف بهذا الاسم، تطحن ثم تعجن بعد ذلك بماء الورد. طلب مصور العربي أوسكار متري من المطوع الشامسي أن تجلس الفتاة وحدها للالتقاط بعض الصور لها، وتتذكر السيدة الرواحية تلك اللحظات وهي تبتسم وتقول إن الخوف سرعان ما تبدد من قلبها ليحل محله الفضول حول ماهية ذلك الصندوق الصغير الأسود المعلق حول رقبة ذلك الرجل الذي كان يقوم بحركات غريبة ويوجهه ناحيتها. وبسبب ظروف الحياة الشاقة آنذاك
والزواج المبكر وتربية الأولاد. لم تستطع السيدة الرواحية أن تكمل تعليمها، لكنها عوضت ذلك بالحرص على أن يحقق أولادها حلمها بإكمال تعليمهم وشغل وظائف مرموقة في الدولة. وقد أعربت السيدة محفوظة الرواحية عن تقديرها وامتنانها لبادرة العربي في التواصل معها وإهدائها صورة الغلاف مكبرة وموضوعة داخل إطارها.